ولنقاش ملف الفساد الحكومي المستشري في العراق وأثاره على جميع المجالات في المجتمع، انضم إلينا عبر سكايب من باريس السياسي العراقي المستقل أمير المفرجي. أهلا بكم أستاذ أمير. مساء الخير. مساء النور. جاء العراق في المرتبة 62 بعد 100 من أصل 180 دولة في مؤشر الفساد العالمي لمنظمة الشفافية الدولية. كيف يفسر هذا الترتيب المتدني للعراق سنويا؟ من الطبيعي أن يبقى العراق داخل هذا المسلسل أو داخل هذا المضمون من يعني نسبة الفساد في العالم، لأن النظام العراقي وكما يعلمه الجميع هو نظام فاسد بني على أساس تكتلات وأحزاب، إذا نقدر أن نسميها أحزاب وهي ليست أحزاب ولكن تكتلات من يعني جماعات لا تفهم بالسياسة ولكن تفهم في كيف تستطيع أن تسرق أموال العراق. إذا العراق باقي ضمن مسلسل الفساد لأن النظام هو نفس النظام ولو تبدلت الوجوه. هناك من تكلم عن عادل عبد المهدي، هناك من تكلم عن نور المالكي، ولكن النظام لحد اليوم هو نفس النظام ولكن بوجوه جديدة. الذي يسرق أموال العراقيين هي نفس هذه الأحزاب التي استطاعت أن تدخل إلى النظام السياسي عن طريق البرلمان، هي التي تسرق، هي التي تضع يعني ممثليها على المنافذ الحدودية، هي التي يعني تعمل على سرقة العقود وتأخذ يعني النسب العالية، هي التي تعقد معاقدات وهمية، هي التي تدفع رواتب الوهميين. هذا هو النظام في العراق، يعني فلهذا لا وجود لتغير في الآن وفي المستقبل. انطلاقا من برامج محاربة الفساد التي تبنتها الحكومات المتعاقبة بعد الاحتلال، ماذا قدمت الحكومات السابقة في هذا الشأن؟ لا شك بأن النظام العراقي هو يعني لا يستطيع أن يغير نفسه لأنه هو النظام فاسد، يعني كيف تريدين من النظام هو يعني مبني على الفساد أن يستطيع أن يغير من نسبة الفساد، لأن النظام هو فاسد من يعني من الأسس. ما عمل به سابقا يعني بغض النظر عن الحكومات التي حكمت العراق، لم يستطع أحد أن يثبت بأن هناك يعني خطة أو شيء عمل لمحاربة الفاسدين. الفاسدين هم نفسهم الآن موجودين منذ 2003 ولحد الآن. إذا كل ما عمل هو كان لتحضير الشعب العراقي وهو يعني للقول بأن العراق سوف يتغير في المستقبل، ولكن النظام العراقي سوف يبقى إذا لم يتغير كليا من القاعدة وبناء نظام عراقي جديد، لأن ما يعمل الآن من قبل هذه التكتلات هو عدم التفريق بين جيوبهم وخزينة الدولة، هو عدم التفريق بين أنفسهم وتكتلاتهم وبين معيار الدولة. هذه الحقيقة عن العراق. انطلاقا من أزمة الرواتب التي يعاني منها العراقيون اليوم، حمل بعض النواب حكومتي بغداد وكردستان مسؤولية ضياع أموال الموظفين، ما مدى اقتران هذه الأزمة بظاهرة الموظفين الوهميين؟ لا شك أن منذ تكوين يعني إعادة تكوين الدولة العراقية في 2003 أريد من هذه الدولة أن تكون يعني دولة ظاهرة على يعني على العالم وبغض النظر عن ما يحدث في داخلها. في العراق لم يكن هناك دولة بكل معنى الكلمة، ولكن أريد أن يكون هناك نوع من النظام يستطيعون أن يقولوا بأنهم قد غيروا الدولة. فلهذا يعني نلاحظ أن الأشياء التي نراها الآن، المشاكل التي تحدث بين حكومة كردستان العراق وفي بغداد، يعني هي أشياء نفهمها جيدا، وهي أن هناك جهات تضمن مصالحها عن طريق المواقع التي تكون فيها. كردستان العراق هي يعني وكما نعرف هي يعني جهات لها أيضا مسؤولية كبيرة في الفساد، لأنها قطاعيات أيضا عراقية استطاعت ان يعني ان تضع يدها على اموال كردستان العراق. وفي حكومه بغداد الكل يعرف بان من يحكم في العراق هي تكتلات جاءت في العراق
لسرقة أموال العراق، إن الذي يريد أن يبني دولة يجب أن يبني الدولة في يعني في 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 معادلة سياسية. هؤلاء هم ليس بسياسيون، جاءوا لسرقة أموال العراق من خلال يعني تمثيل أنفسهم بأنهم هم من يمثلوا الشعب العراقي، ولكن في الحقيقة هؤلاء لا يفهمون حتى في السياسة، ولا يفهمون حتى في كيفية دخول السياسة في عملية بناء وإعادة الوطن. هم جاءوا يعني لأنهم وضعوا من الخارج بعد مؤتمر لندن. هذه الحقيقة يا سيدتي. أين يكمن دور الجهات الرقابية للحد من هذا الفساد المتفشي في الدوائر ومن ضمنها هذه الظاهرة الموظفين الوهميين؟ يعني الأسطوانة قد ترجع كثيرا، يعني لاحظنا من مدة أن هناك كانت هناك نيات من الدولة، من ما يسمى بالدولة العراقية، لتكوين نظام سياسي أو نظام مالي يستطيع الإشراف على يعني الخزينة العراقية وعلى أموال الدولة العراقية، ولكن مع الأسف لم ينجح هذا، لأن الأحزاب هي التي يعني تقرر في المسائل السياسية في العراق، هي التي تكون مسؤولة عن ما يحدث من يعني من أموال ومن من أشياء يعني العراق يستطيع أن يتعامل بها مع الخارج. لكل وزارة هناك ممثل لهذه الأحزاب، فكيف تستطيعين أن يعني أن تقضي على هذه على هذه الأعمال الفاسدة؟ هناك شيء يعني يجب أن يقال، السيد الكاظمي وكما نسمعه الآن وبدعاية كبيرة تشبه دعايات هوليود يريد أن يقضي على الفساد، ولكن هذه إشكالية نستطيع أن نسميها بإشكالية الكاظمي، لأنه كيف يستطيع أن يقضي على فساد داخل نظام هو هذا النظام الذي جاء به؟ يعني من المستحيل أن يكون السيد الكاظمي قادر على تغيير نسبة الفساد، لأن النظام الذي جاء بالكاظمي نفسه هو نظام فاسد. إذا نعم بتغيير النظام فقط نستطيع أن نسيطر على مشكلة الفساد وإعادة ثروات العراقيين إلى من يستحقها. وفقا لمنظمة النزاهة الأمريكية، فإن الفساد الحكومي يعد من أكبر العقبات التي يواجهها العراق اليوم. ما السبل الممكنة لإزالة هذه العقبات؟ وكنت قد أشرت لبعض هذه الحلول. لا شك بأن الحل الوحيد لإعادة بناء الدولة العراقية، لأننا نتكلم عن إعادة بناء الدولة العراقية، الفساد هو يعني شيء ثانوي يخرج من مشكلة إعادة بناء الدولة العراقية. يعني الآن نلاحظ العراق قد دخل في وضع مزري ووضع خطير، هناك المشكلة الاقتصادية التي يعاني منها العراق نتيجة لانخفاض سعر النفط، هناك المشكلة الصحية، العراق ليس باستطاعته الآن أن يسيطر على وباء كوفيد 19 لأن الميزانية العراقية خالية، وكما تكلمتم في تقريركم الكريم قبل قليل، عادل عبد المهدي قد ترك ميزانية العراق خاوية. إذا كيف نستطيع أن نقضي على هذا الفساد إذا بقى نفس هذا النظام وبقت نفس هذه الأيادي الوسخة التي تسرق أموال العراقيين والتي تحيل أموال العراقيين إلى بنوكها في الخارج؟ السياسي العراقي المستقل أمير المفرجي، كنت معنا عبر سكايب من العاصمة الفرنسية باريس، شكرا جزيلا لكم.